انسحاب العناصر المواليه لتنظيم الدوله وتواصل استهداف العائلات في جنفوده اسلوب تنتهجه ميليشيات الكرامه في بنغازي. نتابع التقرير. تعتزم مجموعة تنظيم الدولة التوجه من بنغازي نحو أودية بن وليد كما قال المتحدث باسم القيادة العامة، قطعة مئات الكيلومترات دون أن تعترضها طائرات ميليشيات الكرامة التي استطاعت الوصول إلى الجفرة واستهداف مواقع بها. لم تتوقف طائراتهم عن قصف منطقة جنفودة السكنية. 16 غارة في ليلة واحدة خلفت 5 شهداء بينهم أطفال في منطقة سكنية ضيقة ومحاصرة منذ أشهر، كما لم تتوقف التصريحات المهينة بشأن المحاصرين. على فكرة راهم أغلبهم مزوزين ليبيات، لأن تمن بلا سبعتها في قنفودة غاد تمن علي حبة تمر. وحتى بعد القصف تستمر الطائرات بالتحليق فوق المنطقة المستهدفة معطلة جهود انتشال الجثث من تحت الإنقاض، إمعانا في القتل وتشفيا في مأساة العائلات. غض النظر عن داعش للمرة الثانية واستهداف العائلات في جنفودة، أسلوب يطرح تساؤلات حول الأهداف الحقيقية لحفتر والعدو الذي يحاربه، وإذا ما كان الهدف مكافحة الإرهاب كما هو معلن أو تكريس أجندة أخرى.